ناشد أصحاب المعامل الغذائية في منطقة المعمل تشي الحكومة المحلية في كربلاء المقدسة للحد من ظاهرة التلوث الناتجة من الدخان المنبعث من المولدات التابعة لدائرة كهرباء كربلاء والنفايات الموجودة أمام معاملهم. هاي منطقة المعمل تشي عندنا ذن المولدات اللي خالين هنا تشغيل هنا الصبح ازعاج، يعني الدخان مالتهم كله يطب للمعامل. معامل ما شنو؟ معامل حلويات، معامل ثلج، مواد غذائية، معامل مال مي، يعني شنو النفايات مال مولدات قاعد تجي علينا، يعني ناس متضررين. وتعرف شوف هسه الحالة هذه بالنسبة للبلدية كل شهر قاعد تاخذ 15000 دينار، وهاك شوف اللي هاي النفايات بالشارع، يعني شنو هذا؟ يعني فد مقابل ماكو إلها، أي مقابل ماكو إلها. يروحون يجيبوا البلدية هاي ليش ما تدشيلها؟ يقول روح اشتكي، روح سوي، روح هذا، كل شيء ما يسوون، يعني أي شيء بديل ماكو إنه. وبالنسبة لهذا شوفت المولدات، الضغط الهواء صار انصات كله علينا، يطلع دخان أسود كله يجي يدخل معملنا. لا ما رحنا اشتكينا، احنا البلدية رحنا قدمنا، ما كل شيء، ماكو اي فايدة ماكو. كل شهر يجي يطق 15 يعطينا وصولات، وهاي الزبايل محطوطة، لا واحد شالها ولا واحد بدلها. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لي صاحب معمل الحلويات بهذه المنطقة اللي هي المعملجي اللي يضم اغلب المعامل الغذائية بالنسبة للألبان وشركة البيبسي ومعامل حلويات ومعامل مي وهذه، لكن بصراحة المنطقة تعاني من ملوثات بيئية كبيرة، اللي هي مثلا هذه اللي تشاهدوها بالخلف، مولدات عملاقة ضخمة اللي هي ما تستوعبها المنطقة بصراحة. يعني هي مكانها الصحيح مو هنا، مكانها الصحيح المفروض هي صير خارج المدينة، لأنه هنا صار مقابل معامل الحلويات، يعني الأبخرة والدخان الكثيف، وخصوصا بداية تشغيلها يعني دخانها جدا كثيف، يعني يدخل إلى المعامل مباشرة. أي هم بصراحة يعني هم يسوون زيارات هم بالنسبة للبلدية والبيئة والصحة، ولكن زياراتهم هي بس مجرد أنه قبض الجباية كل شهر اللي هي 15000 دينار بحجة أنه هي تنظيف المنطقة. زين، وبصراحة أنت تشوف هذه المنطقة، يعني شوف إحنا كل شهر إحنا بالإضافة إلى 15 اللي هي مجبورين عليها إحنا نجيب شفلات أو نحرق هاي النفايات بإيدينا، يعني إحنا نحرقها ونشيلها ونجيب شفلات وهذه ونخليها خارج المدينة. صراحة ماكو أي تعاون. إحنا من تحكي مثلا أنه تعاني المنطقة من تبليط، وتري يقول لك لا أنه هاي المنطقة على أساس عليها ترحيل، بس يا اما تترحلوها تخلصونها، لو تخلوا مثلا تسوون لها فتحال شوارع نظيفه تبليط حال المناطق الاخرى، بالاضافه الى انه منطقه يعني هي قريبه ترى على المدينه جدا، يعني مو تقول منطقه نائيه ومنطقه بعيده اللي ما يصل لها مثلا شو، يعني كل الناس هاي حتى البيوت حولها، البلديه والصحه والبيئه هم كلهم شو اسمه، يعني يجون هم بس نظري، يعني يدخل داخل المعمل، وهذه هو قبل ما يدخل المعمل المفروض يشوف هذه النفايات الخارجية اللي هي مو احنا مسؤولين عنها، يعني هم مسؤولين عنها، المفروض هم يعني اذا هم فعلا يجي يبحث عن البيئة النظيفة المفروض هو ينظف البيئة اللي هو مسؤول عنها، يبقى داخل المعمل احنا مسؤولين عنها، يعني امام الله وامام ضمائرنا، يعني لان هذا غذاء يقدم للناس، يعني اكل وهذا، بالاضافة الى انه معامل مشهورة جدا يعني هنا اللي هي هذا اللي بصفي معمل الحاج حميد شكرجي المعروف القديم، احنا بالنسبة لنا معمل حلويات بيت الحلوى اللي بحي المعلمين، واغلب هاي المناطق قلت لك كلها معامل ضخمة، معامل البان وتشوفها. فيا ريت انتوا انه بالمناسبة اللي انتوا اجيتوا حتى نشوف لنا في صورة حل، يعني تعاونون ويانا حتى نقضي على هاي الظاهرة اللي غير حضارية. يعني احنا هسه الان يعني 2012، المفروض مو هذا قبل 30 سنة هي نفس المعاناة، هسه بل زادت اكثر لانه المصانع بدات تعمل بطاقتها القصوى،
مو وهذه المخلفات ما حد مثلا يعير لها اهميه، هي مضره بالبيئه وبالصحه وبالهذه يعني بشكل كبير جدا يعني. شكرا جزيلا. السلام عليكم. أنا صاحب معمل الزين للمياه الصحية، وتعرف هذه المياه اللي بعد التعقيم راح تكون مياه نقية كلش، تتأثر بأي عطر بأي رياح بأي دخان بأي تلوث، تلوث يصير 100% وتأثر علينا كلش. فهذه المولدات صارت مالتها كلها دخان جاي يدخل عندنا بالمعمل. النفايات بس يجمعون الاجور مالتهم بس، ما يجون يشيلوها ما يشيلوها، ويقول لك ذب زبالتك واحرقها، هاي هم يقلوها. احنا قبل شوي كنا تلوث يصير في البصاره، ايش تسوي العد وين ذبه؟ زبالهم راح تصير تلوث. زين ذاك هم راح يصير تل مال زباله، وين نوديها؟ ما اشتكيتوا؟ شبعنا شكوى وامتنعنا عن الدفع وهواي امور سوينا ماكو نفس النتيجه. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا انا صاحب معمل ثلج الاخوه. ومبادرة حلوة طبعا منكم، لان هذا الموضوع كلش مأذينا، فالدخان دا يجي على الانتاج مالتنا. طبعا هذا الانتاج دا يصير بيه تلوث من خلال الدخان، هذا الدخان بتأثير على البيئة، بتأثير علينا احنا كمواطنين. بعدين هذا يعني المنطقة كلها هي غذائية، فما يصير هيك مشروع يصير بيه هيك دخان يأثر على انتاج الغذائي كله. بعدين احنا معمل ثلج، بصفنا معمل مي، منها معمل حلويات، بصفنا معمل مي ورد، يعني كلها معامل غذائية. أنا رحت للدائرة، رحت للمسؤول اللي مقيم بداخلها للدائرة، رحت قلت له أنا معملي، قلت له أنا أكثر معمل متأذي بدخل يعني من خلال المعامل كلها، أنا أكثر معمل متأذي، لأن الإكزوزات مالت المكاين مالتهم يعني مباشرة بمعملي. قال لي أنا عندي انذار شهرين جايني من الحكومة، فما أقدر أطفين خلال شهرين. ما ممكن تعالج هاي؟ قلت له عالجها، قلت له عالجها من خلال هذا الإكزوز، تخلي بيه فد عكس بوري يرفع لي فوق على مود ما يجينا ان الدخان مباشرة علينا. قال والله ما اقدر، انا عندي انذار شهرين، خلال شهرين كود ابقيها معلوقة. قلت له انت تقدر تطفي ساعتين او ثلاث ساعات؟ قال لا. قلت له حتى لو انا اقدر اشارك وياك بهذا الموضوع؟ ما قبل. قال انا خلال شهرين. قلت له زين، انا شهرين انا غالق المعمل سادة، هو معملي ثلج، هو شغلنا هاي الشهرين ثلاث اشهر، فهو اذا بهاي الشهرين راح يضل يشتغل، فاني راح اقعد ما راح. والله بالمن نشتكي، احنا كيفنا من شفناكم على بد نطرح معاناتنا لكم، بلكت الله منصو يعني من خلالكم توصل اصواتنا للمسؤولين. احنا شغلنا معامل غذائيه هنا، كلها معامل مي، معامل ثلج، معامل البان. فهالمشكله عندنا تصير المولدات ذني كلهن كربون، دا يشتغلن ياثرن على المعامل، معامل غذائيه. يعني اتمنى هسه احد من المسؤولين لو واقف بس يتنفس هذا الدخان اللي دا يتنفسه، مو دخان، سم. ويمكن دا تشوفون همات هاي الحائط والسياج كله شلون صاير اسود، يعني واحد يوقف هنا نص ساعه يروح يغسل يلقى الفصاخه كلها سوداء، يعني من يطلع منه حلقه من المكان اللي، فكلها مؤثره، هذا غاز كربون من ذي المولدات. نعطيهم خبر، ننزلهم خبر للداره مال الكهرباء، ما حد يعني يستجيب لنا. انتوا هاي اصحاب المعامل كم معمل؟ والله معامل هوايه، كلش هوايه، يعني ما ادري كلش هوايه، يمكن بالمئة معمل. اي نجتمع، لا ما سوينا شكوى، بس لهم بلغناهم للداره، بلغنا داره الكهرباء، يا بدر هاي دارة تاثر علينا شيء، ما حد يستجيب، ما حد يسمع. يا ريت تجي الصحه تشوف هي وين الصحه، متى تجي ولا توصل؟ يا ريت تجي تشوف اذا مينا ملوث شنو سبب التلوث من عنده؟ مين يجي التلوث؟ غير اكو السبب من المي؟ لا ما رحنا للصحه، بس هم داره الكهرباء بلغناهم وما سووا لها حل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الاسم وسهلا، عماد عبد العباس. احنا قناة انوار الثانية، اليوم جينا عندنا في التقرير بخصوص المولدات الموجودة وتأثيرها على المنطقة وعلى اصحاب المعامل الغذائية. فكونك انت احد يعني الدور الموجودة يم هاي المعامل، ايضا
نسمع من عندك تتضرر من هاي يعني الدخان مال ثاني اكسيد الكربون ما تتضرر؟ اكيد اكيد هاي مولدات عملاقه، والشغله انه ما نعرف وين المن هن وتابعات المنو ومنو المستفيد منهن. زين انا اشوف بقيه المحافظات هي عملاقه يخلونها خارج المحافظه، ما يخلونها حتى لو هاي منطقه خلينا نقول صناعيه بس قريبه مجاوره للمنطقه السكنيه. وعاده لما يكون هيك مشروع يعني اول المستفيدين المنطقه السكنيه، احنا ما تبعد ومشكله مولدات عملاقه ضخمه. كونكم يعني المعامل مثلا ما يقدروا يشتكون منطقه صناعيه؟ منطقه صناعيه انت كونك يعني البيت يعني سكني يا اخي يا اخي الشغله وما بها علم تشتكي. يعني شوف هذا ثاني اكسيد الكربون معبي الجو، لان شوف ثمان مولدات عملاقه وعاده يشتغلن اثنين مرات ثلاثه. زين شوف هيك ضخامه بداخل لما يجي الهواء على البيوت السكنيه متضررين، احنا اطفالنا ما قادرين نطلع هنا. هذا عدا عن شوف الاوساخ اللي بالشوارع، واحنا منطقه يعني هذا قسم داخلي موجود وكليه صيدله موجوده يمنا. زين قسم داخلي مال البنات، واحنا متاثرين هسه. شوف مجارينا دائما تلقاها زياده طافحه لان هي مربوطه بالمعامل الصناعيه. المعامل الصناعيه استخدامها للمجاري اكثر من عندنا، فالمفروض هم مجاريهم خاصه بهم واحنا الاحياء السكنيه خاصه. قضيه النفايات انا حتى ما اشوف يعني حاويات حتى مثل المواطن والله عنده نفايات يعني يطلع يخليه بسله النفايات. البلديه ما شفت يعني سرت بالحي كله ما شفت بلديه تجي هي بس تجي بحملات يعني تجي هذا الموجود هذا اللي حاصل. واحنا شوف شغله المجاري خوا قدام البيت هاي شغله صار لها سنه ونص تقريبا. تحقيق والتقرير اللي اجريناه في منطقه المعمل اتشي وقضيه النفايات والشكوى اللي قدموها المواطنين من اصحاب المعامل في منطقه المعمل اتشي. حقيقه احنا وعدنا المواطنين اجريناهم يا لقاءات راح نروح لمديريه بلديه كربلاء وحتى نفتهم يعني اسباب رفع هذه النفايات من هذا المكان. حقيقه طيله هذا الاسبوع الراح الاربعاء والخميس وفي هذا اليوم يوم الاحد ذهبنا الى مدير بلديه كربلاء لكي نجري معه لقاء ونعرف اسباب اخذ الاجور من المواطنين وعدم رفع النفايات من هذه المنطقه، ولكن مدير بلديه كربلاء رفض الحديث والادلاء باي تصريح بخصوص هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. كلكم اخوان تعرفون ان مسألة المولدات هي مسألة خاصة في ظروف تمر بها البلد كلها بأكمله من ناحية الشحفي تجهيز البيوت بالطاقة الكهربائية، وبالتالي وجد حل خاص لمسألة تجهيز البيوت بالطاقة الكهربائية المولدات. نعم هناك سلبيات تنتج ومخالفات تنتج من أصحاب المولدات نتيجة انبعاث دخان من هذه المولدات يؤثر نوعا ما على بعض البيوت القريبة من المولدات، وبالتالي نوعز إلى الجهات المختصة لمتابعة مسألة نصب المولدات في قريبة من المنازل أو البيوت السكنية، وأن يلتزم أصحاب المولدات بإحاطة المولدة بغرفة خاصة وكذلك المحافظة على أقل قدر ممكن ومستطاع من الانبعاثات الغازية نتيجة باستخدام المدخنة بارتفاع مناسب ومع الأخذ بنظر الاعتبار اتجاه الرياح التي تنبعث من باتجاه البيوت السكنية، وكذلك الاهتمام والحد من ظاهرة تصريف مخلفات المولدات السائلة إلى المجاري العامة أو إلى الخارج، ويجب الالتزام بتصريف هذه المخلفات إلى أحواض خاصة قريبة من موقع المولدة. تحديدا في منطقة المعمل اتشي، هاي المنطقة بها معامل غذائية. احنا لاحظنا بعد زيارتنا هذا الموقع من يعني من خلال متابعة هاي المعامل، أول شيء اكو مولدات هناك موجودة تبعث ثاني أكسيد الكربون على المعامل، ثانيا انتشار النفايات يعني بصورة عشوائية، هذا لها تأثير على المعامل بالتالي سبب تلوث، وبالتالي أنا سويت لقاءات يعني ويا أصحاب المعامل. أصحاب المعامل يقول أنا قلت له هذا شان عندك تلوث شلون أنت تسوي؟ يقول انا مضطر يعني ما اقدر اعزي على باب الله. فشنو اجراءاتكم انتم فرقكم الجوال شنو دورها؟ يجب على اصحاب المعامل الموجوده في المنطقه يبلغوا مديريتنا او الجهات الاخرى باي حاله تلوث موجوده حتى يرسلنا لنا متابعه هذا الموضوع.
من ناحية المخلفات الموجودة أو النفايات الموجودة في المنطقة. طبعا احنا في البداية نشيد بدور مديرية بيئة كربلاء ومديرية بلدية كربلاء باهتمامهم الواسع في موضوع إدارة النفايات، و وبالحقيقة أنه يعانون بشكل كبير من حجم النفايات تتولد بشكل يومي في المحافظة. وإن شاء الله هذا موضوع النفايات تم دراسته ومناقشته في خلال اجتماع المجلس البيئي واجتماع متابعة الخدمات في مقامية كربلاء. وإن شاء الله هناك نية لإنشاء موقع التمر الصحي اللي حاصل على الموافقة البيئية وإنشاء محطة وسطية واهتمام بشكل واسع نلاحظ بشكل يومي من خلال رفع النفايات الموجودة في المناطق السكنية والقريبة، ومتابعتنا مستمرة وبتعاون مع مديرية بلدية كربلاء بهذا الموضوع. الإجراءات تتخذ وفق قانون حماية تحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 أنه أي جهة تقوم برمي المخلفات في مناطق غير مسموح بها يتم تبليغ الجهة أولا، ثم إذا ما زالت مخالفة يتم إنذار هذه من فترة 10 أيام، وبالتالي توصي اللجنة التي تقوم بالكشف بفرض غرامة أو الغلق لهذا الموقع. نخاطب الجهات الأقسام البلدية موجود ويتم تصوير الموقع واتصال ومخاطبة مديرية البلدية المسؤولة عن هذا القطاع باتخاذ الإجراءات بالسرعة الممكنة ورفع النفايات، ويتم متابعة هذا العمل من قبل مديريتنا بشكل مستمر لبيان مدى إزالة هذه المخالفة. نعم، كشعبة إعلام في مديريتنا مهتمة بهذا الموضوع من خلال الندوات تقيمها، من خلال ورش العمل تقيمها مديريتنا، وتم دعوة الجهات المسؤولة ومديرية الدوائر لغرض توعية، وأيضا هناك جانب إعلامي وجانب توعوي من خلال اتصال بشبكات الإعلام لغرض توعية المواطنين على أنه على عدم حرق النفايات وعدم رمي النفايات في الأزقة والأحياء. وإن شاء الله هذا الموضوع فعلا يتم تفعيله وبالتنسيق مع الجهات الأخرى إن شاء الله. المهندس حامد عبيد عبد الله، مدير بيئة كربلاء. لماذا امتنع مدير بلدية كربلاء عن الحديث؟ ولماذا امتنع مدير كهرباء كربلاء عن الحديث؟ وهل مدير بيئة كربلاء سيتابع المشكلة ويلتزم بما وعد؟ وإلى متى تبقى معاناة ومشاكل المواطن العراقي هواء في شبك؟